الاهتمام الحكومي راجع لكون الإبل أولا ثروة حيوانية، هذه واحدة. ثاني شيء أنها تراث عريق وأصيل من الأشياء اللي يتعلق بها أهل هذه البلد. الأمر الآخر أن لها محبين ويعتني بها قطاع عريض من المواطنين ومن غيرهم أيضا من دول الخليج وغيرهم من الدول العربية، فهي من منطلقات كثيرة تجذب الاهتمام وتصل في مراحلها بعد ما وصل هذا الدعم الكبير من حصلت عليه من حكومتنا وفقها الله. أصالتنا خلتنا نستثمر أصالتنا، صرنا نتاجر فيها، صرنا نجرها، صرنا ندخل الإبل اللي يدخل في الشهرين أو في 45 يوم اللي يدخل مليون راعيها يكون خسران. يعني احنا نفكر في 5 مليون 6 مليون 10 مليون في 45 يوم.